إذن مرحبا بالجميع، نتسناو الإخوان غير يلتحقوا بنا مزيد من المتتبعين الكرام بإذن الله تعالى، وغادي نبداو في الحلقة ديالنا، وكذلك نتطرقوا للعناوين اللي اطرناها نحن وإياكم في هذا البث المباشر المتجدد على جريدتنا الإلكترونية هي سبور. إذا غير تحقوا بنا مزيد من الإخوان والأخوات، غادي نبداو في البث المباشر ديالنا بطبيعة الحال. إذن في انتظار تحقق بنا مزيد من المتتبعين الكرام والمشاهدين الكرام الأوفياء للمنبر الإعلامي ديالنا، غادي نبداو إن شاء الله بإذن الله تعالى في تحليل المواضيع اللي تغناها، وكذلك نحن دائما في انتظار التعليق ديالكم، في انتظار الاختصامات ديالكم والتساؤلات ديالكم، لما لا كاع الانتقادات ديالكم، فمرحبا بجميع الآراء وجميع الاختلافات اللي ممكن تكون معنا او اللي ممكن انها تمشي في حسب يعني ما نعبر عنه، والاقتراحات اللي كنقترحوا، ولا كذلك التحليل ديالنا للمباريات. اذا مرحبا بالجميع، نتمنى ان يكون تفاعل كبير من جميع الاخوان والاخوات في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة على صفحتنا وجريدتنا الإلكترونية هي سبور. نتمنى غير تلتحقوا بنا مزيد من الإخوان والأخوات، وغادي نبداو اللايف ديالنا بإذن الله تعالى. إذن السلام عليكم، سعداء جدا بلقياكم في هذه الدردشة الرياضية المتجددة والجديدة على جريدتكم الإلكترونية هي سبور. أكيد أن نهاية الأسبوع دائما تحمل أنشطة وتحمل يعني أحداث رياضية مهمة، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وبالتالي فدائما ملتزمون داخل هذا الموقع الإلكتروني وهذا المنبر الإعلامي المتميز هيا سبور للتواصل معكم على مدار الأسبوع، خاصة في نهاية الأسبوع اللي كتكون فيها أحداث رياضية مهمة اللي كنحاولوا نتقاسموا معها تحليلا وكذلك إخبارا ووصفا للجمهور الرياضي المتتبع لجريدتنا الإلكترونية هيا سبور. للأكيد أننا لا صوت يعلو كما أقول دائما في هذه الأيام الأخيرة حول صوت دوري السوبر ليج الإفريقي. اليوم شفنا أول ظهور لممثل المغرب الوداد الرياضي على الأراضي النيجيرية، مركب اللي كان كبير لا من ناحيه الطول لا من ناحيه العرض، عطى مساحه اللاعبين ديال الوداد، عطى يعني مقابله ممكن نصنفوها يعني فوق المتوسط، ما يمكنش نقولوا جيده، لانه بالنظر الى الخصم اللي واجهناه فهو كما قلت بالامس ان المعطيات وبالارقام كتاكد على ان الوداد الرياضي غادي يواجه يعني اضعف حلقه في هذه 600 الانديه اللي مشاركه في كاس دوري او في دوري السوبر الافريقي. اكيد اننا كما قلت كنتسناو بطبيعه الحال التعليق ديالكم، كنتسناو الاختصامات ديالكم من خلال المواضيع اللي تغناها، وغادي نتفاعلوا معها جميعا باذن الله تعالى. اخوان اللي كان داخل معنا يدير شي بارتاج اللايف ديالنا، وكذلك عطيونا التعليق ديالكم. الاخوان اللي داخل يدير معاه بارتاج في الصفحه الشخصيه ديالو او في المجموعات اللي عنده في الهاتف ديالو، ويعني باش نتواصلوا مع اكبر شريحه ممكنه من الجماهير الرياضيه المهتمه والشغوفه بالرياضه الوطنيه والدوليه كذلك. مشكورين بطبيعه الحال، مشكورين، وهذا فضل وليس امر منكم بطبيعه الحال. شوف غير الصوتات مزيان. اذا كما شفتوا في العنوان فغنتحدثوا على انتصار ديال الوداد الرياضي اللي كيبقى انتصار مهم
الاهم في هذه المقابلات اللي بهذا الشكل خاصه الاقصائيه فكتبقى هو النتيجه في الاول وفي الاخير بطبيعه الحال. غنتحدثوا كذلك على الاداء ديال الوداد الرياضي بما ان الجماهير الرياضيه خاصه ديال الوداد الرياضي دائما ما كتحدث على الاداء سواء وفقات المدربين اللي دازوا على الوداد الرياضي او اللي على المدرب الجديد للوداد الرياضي وهو عادل رمزي. اكيد ان كذلك كنتحدثوا على السقوط ديال الترجي التونسي ممثل اخر من شمال افريقيا في هذا كاس السوبر ليغ الافريقي امام تيبي مازيمبي الكونغولي اللي سجل العوده ديالو ضمن يعني الانديه الكبرى باسقاطه للترجي التونسي في انتظار تاكيد ذلك من عدمه في معركه رادس يوم الاربعاء او الخميس يوم الاربعاء المقبل اللي يعني تاهل من مقابلات رادس فغيواجه فريق الوداد الرياضي. اكيد ان الى تاهل احنا الان الحمد لله بعد العوده بنتيجه هدف لصفر فالوداد الرياضي يعني ضمن التاهل ديالو بواحد الشكل اللي هو كبير 98%. اكيد ان الترجي التونسي الى استطاع يتاهل فاحنا غنمشيو للمقابله اللي غتنبش في حكايه الماضي حكايه يعني الغش اللي تعرض ليه فريق الوداد الرياضي وكذلك انتهاك كل المعايير ومبادئ الرياضه داخل ملعب رادس. وبالتالي غنشوفوا مقابله قويه مقابله اللي غيكون فيها تجنس ديال الاعصاب بطبيعه الحال ما بين الفريقين بطبيعه الحال الى الترجي التونسي كانت عنده رده فعل قويه في مقابله الاياب في ظل يعني الظهور القوي اليوم لمازيمبي لا من الناحيه التكتيكيه لا من الناحيه الهجوميه. اكيد ان مازيمبي اليوم باقي غنوصل المقابله لمازيمبي غنعطيكم يعني مناش كتعاني مازيمبي من خلال المشاهده ديالنا والتحليل ديالنا المعطيات ديال هذه المقابله. اكيد كذلك اننا غنتحدثوا على مستجد ديال الانديه الوطنيه الاخوان غير كما قلت اللي دخل يعني معنا في اللايف يحاول يدير واحد البارطاج مشكورين بطبيعه الحال هذا فضل منكم وليس امر وسواء في الصفحه الشخصيه ديالو سواء في المجموعات اللي عنده الرياضيه باش نتواصل مع اكبر عدد ممكن من الجماهير الرياضيه. وما تنساوش تعطيونا التعليق ديالكم فكنقراو التعليق ديالكم كلها وكنحاولوا نتفاعلوا معها بطبيعه الحال من اجل التواصل مع الجماهير الرياضيه باذن الله تعالى. السي طارق تيقول لي تحياتي السي حسن حفظك الله وراك لاحظتك اخو طارق الصوت جيد. السي محمد احمدي تيقول لي ان شاء الله العصبه وداديه باذن الله اخويا دوري السوبر ليغ الافريقي كاول نسخه يعني غادي يكون بطبيعه الحال كنتمنوا ان الوداد غادي يدور الكره الوطنيه هي اللي تحصل عليه. اكيد ان بعد يعني الفوز بهدف لصفر نذكر ان الوداد الرياضي مع حظوظه الوافره للمرور للدور القادم من دوري السوبر ليغ الافريقي ففقط الى دزتي للنصف النهائي فاكد ان الوداد الرياضي غادي يحصل على 1.700 مليار سنتيم مليار و700 مليون سنتيم. اكيد انها كتبقى ميزانيه مهمه ممكن تجيب لك واحد جوج اللاعبين على مستوى الهجوم الى درنا واحد القيمه ديال 800 700 مليون لاعب فاكيد انها ممكن تجيب لك واحد جوج اللاعبين في الميركاتو الشتوي واكيد ان هذا كيبقى انجاز في حدو الوداد الرياضي وغتكون انعاش الخزينه ديال فريق الوداد الرياضي بطبيعه الحال. اذا الاخوان كما قلت ما تنساوش يعني تعطوا التعليق ديالكم كنلقاو جميع التعليق وتفاعلوا معنا في لي كومونتير وكذلك ما تنساوش ديو معكم واحد البارطاج. اذا غنمشيو وغنبداو ان شاء الله بتحليل وكذلك التفاعل مع مقابله الوداد الرياضي الذي حل مساء اليوم ضيفا ثقيلا ثقيلا بارقامه بالقابه خاصه في السنوات الاخيره التسع الاخيره بنجومه على الفريق النيجيري انينبا النيجيري. اكيد ان انينبا والدوري النيجيري والكره النيجيريه المحليه ليست كسابقتها فشفنا ضعف كبير واداء متوسط لانينبا النيجيري. قلتها بالامس بان الفريق الوداد الرياضي غادي يواجه اضعف حلقه في هاد يعني الفرق الثمانيه وملي كنقول هكا باش ان الوداد الرياضي ما يعتبرش ان هذه المقابله ممكن تكون يعني امتحان حقيقي بقيمه سيمبا بقيمه بيترو بقيمه يعني مازيمبي الفرق اللي هي من المستوى الثاني في هاد دوري السوبر ليغ الافريقي وبالتالي ما يمكنش نبنيو بطبيعه
بحال الامل كبير على هذه المقابله، فاكيد ان المقابله اللي كتبقى خصها تربح بهدف بهدفين بتعادل باش نجيو نلعبوا مقابله باريحيه كبيره بموكب محمد الخميس يوم الاربعاء المقبل، وذلك ما كان بطبيعه الحال. وبالتالي فاكيد ان علي رمزي واللاعبين ديالو نجحوا بالعوده بالمهم والاهم. حتى التصريح ديال عادل رمزي بعد المقابلة، شفنا التصريح اللي كان مقتضب، قال بالحرف ان المقابلة اليوم احسن ما فيها هو النتيجة، قال كذلك انه سعيد بالنتيجة، وقال ان ما كانش كينتظر وما بغاش يقيم المردود ديال اللاعبين داخل ارضية الميدان، كان ما يهمه وما يشغل باله يعني فضل يعني قبل المقابلة واثناء الاطوار ديال المقابلة سواء الشوط الاول سواء الشوط الثاني، هو تحقيق نتيجة الفوز للاعب مقابلة الإياب بكل أريحية، وكذلك باش ما يتسنجفش المخزون البدني ديال اللاعبين في مقابلة الإياب، لأنه يوم في الويكند المقبل وفي نهاية الأسبوع المقبل غتكون نصف النهائي يا مع مازيمبيا مع الترجي، يختلف بطبيعة الحال المنافس، تختلف القوة، تختلف كذلك الطاولة البدنية للمنافس. وبالتالي فعلي رمزي كان واضح وكان يعني في التصريح ديالو اللي كيهمه هو النتيجة بطبيعة الحال. حنا كجماهير وكمنابر إعلامية اللي كانت تيهمنا من هذه المقابلة هي النتيجة، لأنه أعيد وأؤكد على أن المسابقات الإفريقية خاصة في الأدغال الإفريقية الأجواء والرطوبة وكذلك العوامل اللي كتلعب الدور ديالها واللي هي جزء من كرة القدم جزء من المسابقة، أكيد أنها بطبيعة الحال في الأخر اللي كيهمنا هو النتيجة، وذلك ما تأتي الوداد غادي بعد تحقيق الفوز. اكيد كذلك ان الا بغيتي تكون فريق ديال الالقاب فخصك تنسى شي حاجه سميتها التيكي تاكا، تنسى شي حاجه سميتها الاداء، خصك تنسى شي حاجه سميتها يعني اللي كي يعني غرق البال ديالك سواء كطاقم تقني كمكتب مسير، هو تحقيق نتيجه ايجابيه، وذلك ما يحققه الوداد في التسع سنوات الاخيره. فحتى التصريح الشهير ل وليد الكركي عقب الفوز على الاهلي المصري بهدف المترجم ممكن محمد الخميس، فاش كان هز الوداد اللي كان تيقول للصحفيين يعني اللي كنا في الندوة الصحفية كان تيقول باللي هل أداء اكيد ان وليد الكركي بطبيعه الحال يؤكد من خلاله على ان فريق الوداد الرياضي ما يهمه هو الفوز بالالقاب، الفوز بالمباريات يعني، ولانه فريق ديال الالقاب فريق ديال التاريخ، واكيد انه في الاول في المقام الاول ما كيهمش الاداء، ما كيهمش شحال من مره وصلتي للشبكه، شحال من باص عطيتيه ما بين اللاعبين، واش عندك النسبه ديال الاستحواذ ولا ما عندكش، اكيد ان في الاهم والمهم والصديق ديال اي مدرب وديال اي لاعب وديال اي رئيس نادي هو بطبيعه الحال النتائج والالقاب. وبالتالي فاعتقد ان رمزي كان واقعي في تسيرو للمقابله، كاين مجموعه من الاشياء اللي تحفظنا عليها بطبيعه الحال خاصه في الشوط الاول. غنمشيو اذا للشوط الاول، الوداد الرياضي اللي لعب التشكيل اللي بالامس قلنا في اللايف ديالنا باللي تكهنا يعني بالتشكيل، قلنا ان المطيع غادي يلعب كحارس مرمى حكاس وابو الفتح الثنائيه اللي اصبحت مولوفه وكذلك اقتنع بها علي رمزي، العملود عطية الله لا نقاش في ذلك، لا يختلف اثنان على سميتهما في فريق الوداد الرياضي. في وسط الميدان الضراوي وجبران يعني كعنصرين في افتكاك الكره وربط يعني وسط الدفاع وباقي يعني والمهاجمين احناش اللي كان لعب قدامهم. دونك الوداد لعب ب 4-2-3-1، وهذه هي التشكيله اللي كانت مع عموته، التشكيله اللي كانت مع وليد الكركي، التشكيله اللي كانت مع توشاك. اعتقد ان هذه التشكيله ديال 4-2-3-1 هي اللي كتكون كيبقى يعني الاختيار ما بين المدربين غير في وسط الميدان، واش غادي يكون جبران وغيكونوا يعني غيكون احناش على اليمين ديالو والضاوي على اليسار، او لا غادي يعني يكون الضاوي وجبران تيقسموا التيران بيناتهم واحناش كيكون القدام. فاليوم علي الغمزي اختار ان جبران والضاوي يقسموا التيران بعضياتهم، يلعبوا كجوج لاعبين ارتكاز واحناش كيكون قدامهم بطبيعه الحال، وشفنا يعني داكشي علاش كنشوفوا احناش في الصوت الثاني، فكان كان كيلعب القدام فاش دخل الصاغات لانه ولا كجناح ايمن فاش يعني غادر ابو سفيان ودخل الصاغات. بطبيعه الحال تغيير اللي استغرب منه الجميع، ولكن راه كان رمزي كيبحث على ومقتنع بالنتيجه، لانه من خلال التغيير ديالو بالصاغات بابو سفيان فكان مقتنع بالنتيجه. اكيد اننا غادي نرجعوا فيما بعد التغييرات اللي قام بها رمزي. الشوط الاول كما قلت يعني الحاجه السلبيه اللي لاحظناها فيها هو التباعد ديال الخطوط ديال فريق الوداد الرياضي، فاش كان الشرقي البحري كان كي يعني كيضغط
وكيدير دفاع اونهو دفاع عالي، فكان يعني ما بين حركاس وابو الفتح وما بين الساقي البحري كانت واحد المساحه اللي كتكون كبيره، وبالتالي فاللاعب ديال الهجوم فاش كيعطي السينير باللي غيضغط، وبالتالي بطبيعه الحال بعد التعليمات ديال المدرب فاكيد ان حركاس وجبان خصهم يعني يدفعوا بالكتله كاملها الى الامام من اجل يعني تقريب الخطوط وعدم يعني باش اللاعبين ديال انيمبا ما يلقاوش ديك المساحه اللي ممكن يستغلوها بطبيعه الحال ويمشيوا بها للقدام ويخلقوا فرص على فريق الوداد الرياضي. شفنا كذلك ان فريق الوداد الرياضي في الصوت الاول حاول يسير المقابله يعني على الاطوار ديالها وعلى اشكال، فربع الساعه الاولى ماشي هي نصف الساعه الاولى وكذلك ماشي هي نهايه الصوت الاول. عادل رمزي كان يعني كيتعامل مع قسم الصوت الاول الى اشواط، شفنا في بدايه المقابله حاول انه يعني اباغت الخصم، حاول انه يعني اباغت الخصم وكذلك فرض الشخصيه ديال فريق الوداد الرياضي على فريق انيمبا النيجيري. فوسط الشوط الاول شفنا فريق الوداد الرياضي اكثر حذر، ما بقاش يتلقى الهدف، حتى الفريق النيجيري شفناه ما قدمش شي حاجه اللي يعني ممكن تخول ليه شاك في كاس السوبر. بكل امانه ان الفريق النيجيري ما قدمش في هذا خصوصا الشوط الاول ما قدمش شي مؤشرات اللي ممكن تخول ليه شاك في هذا كاس السوبر الافريقي. اكيد ان الاتحاد الافريقي فقط اراد يعني التنويع من خلال اشراك كل فريق من كل بلد وكذلك من كل المناطق، وبالتالي اكيد انها كتبقى فقط اغضاء الكره النيجيريه والبحث على تسويق المسابقه، لا يعني لا يعني ماشي بالمستوى اللي كنا كنتظاهروا به انيمبا وفريق اللي غيشارك في دوري السوبر الافريقي. اكيد كذلك اننا شفنا في الصوت الاول يعني الوداد الرياضي كما قلت سير المقابله سير الشوط الاول على اطوار، في ربع ساعه الاخيره شفنا العادل رمزي يعني كي امر اللاعبين باش انهم يزعموا يمشيوا للقدام يغامروا بعد يعني ما تبين لعادل رمزي ان انيمبا النيجيري ما عندوش ذوك الاسلحه اللي ممكن يمشي بهم وذوك الفنيات وذوك يعني ما عندوش لاعبين صراع اللي ممكن يباغتوا، لا حركاس لا صعود ديال العمل ولا صعود ديال عاطي الله. بدا الوداد الرياضي كيستسد، بدا الوداد الرياضي يعني كيلعب يعني دقه جوج تيمشي للمرمى، وبالتالي شفنا هدف اللي جاء عن طريق ضربه جزاء. الاكيد اننا غنرجعوا للهدف والتحليل ديالو، فالهوني كان جناح ايمن والعملوت كذلك ظهير ايمن، فاش كيطلعوا كيوليو جوج مكان واحد كيلعبوا دور واحد، وبالتالي بالتجربه ديال الهوني اكيد انني قلتها بالامس ان الهوني التجربه ديالو كبيره مع الترجي التونسي، باش انك تلعب واحد 3 سنين ولا 4 سنين كرسمي مع الترجي التونسي اكيد انك ما كتلعبش من فراغ. اكيد ان الهوني المشاكل المالية اللي كانت عند فريق الترجي التونسي فقط اللي خلات ان هذا الفريق التونسي يطلق هذا اللاعب ويصرح لاعب من قيمه حمدي الهوني، تجربه كبيره ثقه في النفس، شفنا كيفاش يعطي الكره ما كيزيد ما كينقص، لاعب اللي كما شفنا انه يعني هذا الشيء كيخدموه مع عادل رمزي في التدريب، فملي كان طالع العملود وغيلعبوا نفس الدور فالهوني دخل الى وسط الميدان حدا احناش شد الكره خلق مساحه فارغه للزميل ديالو العملود، بالتالي اعطاه كره من ذهب، وبالتالي شفنا الكونترول الجميل اللي تعودنا عليه مع العملود. العملود اصلا دائما كنشوفوه دوزيام افاسونتر ملي الوداد غادي كيغيب عليه هذاك الافاسونتر اللي ممكن يصنع الفارق، فدائما يظهر العملود خاصه في المباريات الكبرى. اكيد ان العملود ما خداش يعني في السنوات الاخيره حقه من التغطيه الاعلاميه حقه من المنابر الاعلاميه، الا ان العملود كيبقى لاعب مهم داخل التركيبه البشريه لفريق الوداد الرياضي في السنوات الاخيره، ان لم اعتبر انه ممكن يكون اهم لاعب في الوداد في السنوات الاخيره لانه دائما كيبان في المقابلات الكبيره. وبالتالي فشنا الهدف اللي جاب طريقه جميله وجميله جدا من طرف يعني العملود، لانه ما كتهمناش ضربه جزاء والطريقه باش نفضها جبران اكثر ما تيهمنا الطريقه باش جا الهدف، العمل الكبير اللي قام به الهوني افراغ يعني الجناح الايمن الدخول الى وسط الميدان استلام الكره ما زاد ما نقص كما دار عطى للزميل ديالو العملود اللي فتح المساحه، وتعودنا مع العملود انه دائما كيدخل كافا سونتر ثاني
وشفنا الكونتور ديالو الجميل واصطياد ضربه جزاء، مع العلم انني استغربت عدم منح حارس مرمى ديال اني بانيجيري ورقه حمراء، لانه صوره الفرصه الواعده كانت كاملها كتوجد يعني في الكره اللي استلمها العملود، لانه كان انفص مع ليبوا، كان اصلا حدا الخط غادي يماركيها، فاذا به الحارس كيعقلو اكيد انه فقط كان تسامح من الحكم وتغاضي عن القانون، اما الحارس النيجيري كان غيتطرد من ديك الدقيقه. جبران طبيعه الحال سجل الهدف الدقيقه 35 36 كيجي الهدف الاول، توقيت جيد وجيد جدا لفريق الوداد الرياضي كيلعب خارج القواعد ديالو، تسجل قبل نهايه الشوط الاول ب 10 دقائق، اكيد ان فريق الوداد الرياضي قدم مقابله جيده، وما يسجل سلبيا على فريق الوداد الرياضي في الشوط الاول هو التباعد الخطوط ديالو بطبيعه الحال، كذلك يسجل على الثنائي ديال ابو الفتح انهم باقيين ما يعني ما مكومونيكيش بيناتهم مزيان، ما كيتواصلوش بيناتهم مزيان، شفنا انهم ملي كيخرجوا للكره باش يقطعوا الكره كيخرجوا بجوج، وفضل لاعب انيمبان نيجيري بجوج لاعبين مهاجمين صريحين، لانه المدرب النيجيري كيعرف باللي ما عندوش لاعبين من القيمه ديال الهوني من القيمه ديال ابو سفيان، عنده اجنحه وعنده يعني وسط ميدان فنيا على قد الحال، وبالتالي فاكيد انه كان تيعتمد على الكرات الطويله، وكنعرفوا الميزه يعني والتفوق ديال لا جمال حكاس نادي ابو الفتح في الليديين وفي النزالات الهوائيه، وبالتالي اكيد انه ابو الفتح الى صح هذا الخطا ديال التواصل ملي يخرج حكاس تيغطي عليه ابو الفتح، ملي تيخرج يعني ابو الفتح تيغطي عليه حكاس، اكيد ان الوداد غادي علي رمزي وجد دواء للدفاعات اللي كانت منهاره وكانت يعني تؤرق بال عادل رمزي وكل مكون فريق الوداد الرياضي مع بدايه البطوله الوطنيه، وبالتالي فاكيد ان مع مرور المقابلات فالوداد الرياضي كيلقى ذاته كيلقى التشكيله الرسميه اللي ممكن ينافس بها في باقي التظاهرات المقبله. الصوت الثاني شفنا تعليمات، شفنا كوتشينغ من طرف عادل رمزي، ما شفناش تغييرات، واخا ما كانوش تغييرات ولكن كانت يعني التعليمات للعملود وكذلك لعاطي الله باش ما يطلعوش وما يصعدوش بزاف باش انهم ما يضيعوش الطاقة البدنية، خاصة عطية الله، لأن عطية الله كما كيعرف الجميع أنه كان لعب لقاء مع الكوت ديفوار في الكوت ديفوار، جا الأكادير لعب مع ليبيريا 90 90 دقيقة 180 دقيقة، أعتقد أن عادل رمزي كان تيعرف هذه المعطيات وهذه المعطيات حتى أمامه قبل اللقاء، وعرف باللي إلا كان تفوق في الصوت الأول غادي أمر عطية الله إلا ما غيوش فكان غادي أمر بطبيعة الحال باش ما يطلعش المساندة الهجومية وما يعني بحال الصوت الأول من أجل انه ما يستنزفش المخزون البدني ديالو، خاصه ان الوداد الرياضي مقبل على مجموعه من الوزن امام المقابلات سواء في باقي دوري السوبر ليغ الافريقي او لا في كاس عصبه او لا كذلك البطوله الوطنيه ولا كاس العرش، وبالتالي اكيد انه شفنا عطيه الله ما صعدش بزاف في الصوت الثاني، صعد واحد المره ولا جوج، واكيد ان العملود يعني بقى كيصعد يعني شفنا في الصوت الثاني كذلك تفوق الضغط اللي ممكن ان جوج اللاعبين هما اللي كانوا هازين الضغط في المقابله كاملها هما الضاوي وجبران، اكيد ان هذه الثنائيه بدات كتعطي الاكل ديالها، بداو اللاعبين كيتاقلموا مع بعضياتهم، شفنا يعني عطاو بطبيعه الحال سي طارق تيقول لي ما توقعك فين تقدر توصل الوداد في هذا الدوري؟ غنتحدث اخويا على التوقعات ديالي صح غنتحدثوا، ولكن بطبيعه الحال بعد مرور مقابلات الاياب، لانه الوداد الان واحد 80 90% هي اللي غدوز النصف النهائي، ولكن امتى غنبداو التوقع ديالنا هو فاش غنشوفوا الفريق الخصم، لانه مازيمبي ماشي هو الترجي التونسي، ماشي من الناحيه الكرويه ولكن كنتحدثوا من الناحيه ديال الحزازات اللي كاينين ما بين الفوق والاجواء اللي كتسيطر على النزالات وعلى المقابلات والمباريات، خاصه في الادوار الاقصائيه من ذهاب واياب اللي كتسيطر عليها بطبيعه الحال المقابلات ديال شمال افريقيا، ماشي هي المقابلات ديال الوداد الرياضي مع مازيمبي، انا يعني كنفضل اننا نواجهوا مازيمبي وما نواجهوش الترجي، لانه في الاخير وحتى الترجي كتفضل انها تواجه يعني الانديه من جنوب الصحراء وما تواجهش انديه من الجزائر انديه من المغرب، اكيد اننا كنبغيو نتفاداو هذه المقابلات، ولكن يا اخي خصنا نتسناو ونشوفوا المقابله ديال الاياب باش من وجه غادي تبان
طارجي التونسي باش من المستوى غتبان مازن بالكونغولي، وانا ذاك ممكن نحط توقع ديال فريق الوداد الرياضي. اكيد ان فريق الوداد الرياضي تيقوا بيا انني يعني منذ بدايه الموسم يعني التركيبه البشريه اللي عنده اكيد انه بتواجد الهوني الجايبه ديالو مع الطرجي، تواجد ابو سفيان، تواجد كذلك الضاوي وجبران واحناش، اكيد ان فريق اللي بطبيعه الحال عنده تركيبه بشريه، دخول منتصر الاحتمالي الصاغات، اكيد انه التركيبه البشريه ديالو والقيمه ديال الوداد، لانه الوداد اليوم بعض المقابلات كتفوز غير بالاسم، لانه ملي كت يعني واحد 9 سنوات ولا 10 سنوات هذه الوداد الرياضي دائما تتواجد في الادوار المتقدمه من كاس عصبه الابطال لافريقيا، من بطبيعه الحال للبطوله الوطنيه، اكيد انها بنات واحد التاريخ، بنات واحد الاسم اللي من حديد الى الان بطبيعه الحال. ولكن فريق الوداد الرياضي كاع هذه الاشياء وهذه الجزئيات البسيطه اللي ما كتبانش للمشاهد الكاين، ولكن كتبقى يعني عندها كترجح كفه فريق عن فريق في عالم كرة القدم، وبالتالي فغننتظر الوجه والمستوى اللي غيبان به فريق مازيمبي وكذلك فريق الترجي التونسي، وكذلك المستوى اللي غيبان فيه فريق الوداد الرياضي في مقابلات الاياب امام انيمبا النيجيري. اكيد اننا بطبيعه الحال انا كنشوف ان المقابله النهائيه ممكن تلعب ما بين الوداد وما بين سان داونز، لانه سان داونز اكيد ان الان الفرق اللي غدوز النصف النهائي كاينه ثلاثه، الاهلي المصري 100% غادي يدوز، غدوز سان داونز لانه بحال 0-0 اصلا خارج الميدان، والوداد غادي يغلب بواحد، دونك من المستحيل ان يعني من المستحيل ان هاد الفاقي يسجلوا التاهل في البلاد ديالهم، خاصه وان التجربه الكبيره والتركيبه البشريه اللي عندهم زائد التجربه الافريقيه اللي عندهم، وبالتالي فما كاينش يعني واحد حظوظ كبيره لهاد الانديه باش يدوزوا. غنشوفوا النصف النهائي الاول ما بين الاهلي المصري وما بين سان داونز، النصف الثاني غنشوفوه ما بين الوداد والمنتصر، يعني اللي باقي فيها الشك هو المقابله ديال الترجي التونسي والمقابله ديال مازيمبي الكونغولي، لانه شفنا المقابله اليوم اللي باقي غنتحدثوا عليها، اكيد انك صعب انك تحكم شكون اللي غادي يدوز، فريقا متقاربا لا من الناحيه التكتيكيه، لا من الناحيه ديال الاعتماد على الكرات العاليه، لا من الناحيه ديال الاعتماد على الديول. اكيد ان مازيمبي كنشجع عليه واحد النقطه اللي هي سلبيه، هو ضعف على مستوى الدفاع ديالو، شفنا ان الترجي التونسي كل ما كيمشي بالبالون فالارتداد الدفاعي ديالو ضعيف، كل ما الترجي التونسي كيمشي بالكره اتجاه حارس مرمى مازيمبي والا كيوصل وكيهدد يعني مرمى مازيمبي، اكيد ان هذه النقطه خص المدربي يشتغل عليها قبل ما يمشيو للراديس، لانه الا بقاو بهذا المستوى وهذا الظهور الدفاعي ككتله دفاعيه، ما كنتحدثش فقط على 4 ديال الدفاع فكنتحدث على كتله، فاكيد انه غادي يعاني في ملعب راديس بطبيعه الحال. اذا كما قلت نكمل للوداد الرياضي وانيمبا النيجيري، فكما قلت ان اللاعبين اللي ممكن يعني اعلى نقيط في هذه المقابله هما اللي كيبانوا ليا هما الضراوي وجبران، لانه هزوا الثقل ديال المقابله، بالاضافه الى العملود اللي قدم مقابله جيده، والعملود بطبيعه الحال خصو فقرة بوحدو، خصو تحليل بوحدو، لاعب اللي متميز، لاعب ظهير ايمن دائما تيكون في المشهد سواء في الكره الثابته هو اللي كيطلع يضرب براسيه بطبيعه الحال، شفناه في جوج ركنيات الاولى هو اللي ضرب الكره براسيه، شفنا التواجد دائما في مربع العمليات والتفوق ديالو في الدفاع، اكيد ان العملود بطبيعه الحال تيبقى بالنسبه لي هو رجل المقابله، بالاضافه الى اللاعبين اللي حصلوا على تنقيط هما الضراوي وجبران، لانه الثنائيه ديالهم التوازن في وسط الميدان، ربحوا لي ديال ما شفناش داك يعني داك السيطره الميدانيه لصالح الفريق النيجيري، رغم ان الفرق الافريقيه كتعتمد على القوه البدنيه وعلى لي ديال وعلى ربح النزالات الثنائيه، الا ان الضاوي وجبان بالحنكه ديالهم بالتجربه ديالهم وبالقوه ديالهم في وسط الميدان يعني ما حسيناش بالخطوره، وكذلك من التوغل ديال فريق انيمبا النيجيري من العمق ديال الوداد الرياضي، وبالتالي فاكيد ان الضاوي وجبان كيستحقوا يعني اعلى تنقيط في هذه المقابله، بالإضافة اضافه الى كما قلت رجل المقابله اللي كيبقى هو العملود بطبيعه الحال، لانه هو اللي اعطى الحل لجبران من اجل تسجيل هدف التقدم بالنتيجه بطبيعه الحال. اكيد كذلك انا غادي نرجعوا للتغييرات، لانه انا كان عندي واحد التحفظ كبير على رمزي والطريقه باش سير المقابله، فملي غنتحدثوا على المدرب رمزي اللي كان كيعتقد ان رمزي فقط عنده تكتيك مفتوح كالكرة الأوروبية والكرة الهولندية، وأنه يلعب كرة ويشدها ويمديها لليسار من اليسار إلى اليمين، فاليوم شفنا رمزي في مقابلة واحدة لعب مجموعة من الخطط التكتيكية، كان بعض المرات كيلعب
كدفاع متقدم، كتله متقدمه، يعني في بعض الاحيان خاصه في الصوت الثاني شفناه انه في بعض الدقائق فاش الوليد حس براسو انه بدا كيعيا، ولا يعني عادل رمزي كيامر باللاعبين باش يلعبوا بكتله متاخره ويلعبوا بدفاع متاخر، وبالتالي شفنا يعني باش انهم يسدوا المساحات على لاعبي انيمبا النيجيري وباش ما يسجلوش هدف ديال التعادل. ف رمزي كيأكد اليوم على انه داخل الوداد الرياضي كيحاول يشتغل بمجموعه من الخطط التكتيكيه، سواء من خلال فتح اللعب في دقائق او لا في غلق المساحات على الخصم والتراجع الى الدفاع ولعب ككتله واحده والاعتماد على المرتدات في اوقات اخرى من المقابله. وشفنا هذه المقابله كما قلت كان في الشوط الاول مع بدايه المقابله لعب يعني اللاعب مفتوح في الدقيقة يعني 20-25 بدا تيسد اللعب، في الدقيقة 35 بدا يعني كيخرج من القوقعة الدفاعية ديالو، وبالتالي أكيد ما يسجل على رمزي في المقابلات الأخيرة لا مع اتحاد طنجة لا مع المقابلات ديال حافية كوناكري ولا هذه المقابلة اللي اليوم مع إنيمبا، هو أن استعمال رمزي لمجموعة من الخطط التكتيكية سواء الدفاعية أو الارتداد الهجومي في المقابلة، يعني كيحاول يقسم المقابلة على أطوار، وبالتالي أكيد أن هذه كتبقى قوة نقطة قوة لعادل رمزي من أجل التعامل مع المقابلات، لأنه كما أقول في إفريقيا ماشي دائما غادي تلعب ككتلة متقدمة، ماشي دائما غادي تلعب بضغط عالي، فممكن أنك تلعب مع الترجي ولا مع مازيمبي بضغط عالي، ممكن يعني يخرجوا الكواري بحكم اللاعبين اللي عندهم والتجربة اللي عندهم، يعني والقيمة الفنية اللي عند هاد اللاعبين في رجليهم، ممكن أنهم يمشيو بكونتر أتاك يعني يعني وغتولي أنت نادم علاش خرج أنك تلعب معاهم الكرة وعلاش أنك خرج تفتح اللعب. ملي كنتحدث على انك تفتح اللعب تنتحدث على 90 دقيقه كامله، ما كنتحدثش على اطوار. فالطريقه اللي ولا كيخدم بها رمزي انه ملي كيحس باللاعبين بلي انهم ما قدروش يديروا داك الضغط العالي كيرجع وكي يعني كيدافع ككتله، وملي كيحس براسو بلي اون فورم واللاعبين ممكن انهم يديروا داك الضغط العالي فكيديروه. اكيد ان هذا هو عالم كره القدم اليوم، كره القدم كتعتمد على التنويع سواء من خلال اساليب ديال البحث عن خلق الفرص، اساليب ديال الدفاع، يعني الاساليب كنحاولوا اننا ننوعوا من الكرات الثابته من الانسلال من الجهه اليمنى من الجهه اليسرى الدخول من العمق ديال الملعب. واكيد ان حتى في الارتداد الدفاعي فكنلعبوا على اطوار، ممكن ندافعوا ككتله، ممكن ندافعوا بطريقه متقدمه وهو بطبيعه الحال وتقارب الخطوط، يعني لانه اليوم في الشوط الاول كما قلت ما سجلنا على الوداد هو تقارب تباعد ديال الخطوط ديالو. واكيد ان عادل رمزي غادي يشتغل على النقاط ديال الضعف باش يعني يقويها، وغيشتغل على النقاط اللي كانوا ايجابيين من اجل تقويتها في المقابلات المقبله. بطبيعه الحال غنمشيو للتغييرات، الاخوان كتبوا لي في التغييرات شنو بان لكم في التغييرات ديال فريق الوداد الرياضي. انا عندي تحفظ على فريق الوداد الرياضي في التغييرات اللي دار، لانه التاخر ديال عادل رمزي شفنا الشرقي البحري ميران وتكران وهو يعني كيستدعي تدخل طبي، لانه علاش تصاب يعني في راسه، وكنعرفوا الخطوره ديال الاصابه ديال الراس وكنعرفوا التاثير ديالها على الجسد وكذلك مخزون ديال البدني ديال اللاعب. اكيد انه كان يخرجوا يدخل سامبو ولا يدخل اي لاعب ولا منتصر الحليمي او لا يدخل منتصر الحليمي كمهاجم صريح بلاصه الشرقي البحري الى ما كان سامبو موجود، ويدخل بوهرا الى الجهه اليمنى بلاصه ابو سفيان. اكيد انه كانت عنده مجموعه من الحلول وكنا نشوفوا هدف ثاني، لانه كون خرج الشرقي البحري النوعيه وكون خرج يعني الهوني قبل ما يعني يطلب التغيير، لانه الهوني خليتيه في الملعب صافي تحس براسو ما بقاش غادي يعطي وحس يعني باصابه. اكيد ان المدرب كان يخرجو في الدقيقه 65 70 وادخال لاعبين لانه عنده مجموعه من الاسلحه في البونتوش اللي ممكن يعني يضيفوا هدف ثاني وثالث. تيقولي ان يعني كون دخل منتصر الاحتمال وبهرة وكذلك اللاعب سامبو جونيور ان كنا غنشوفوا الوداد غادي يسجل اكثر من هذا، كان يعني في الشوط الثاني كنا غنسجلوا اكثر من هذا. والدليل على ذلك انه فاش دخل منتصر الحتيمي بلاص ابو سفيان اللي يعني كان تيحس بالعياء بالنظر الى المجهود اللي بذل في الشوط الثاني، وكما شفتوا فالملعب كان كبير لا من ناحيه العرض لا من ناحيه الطول، وبالتالي اكيد انه لعب الدور ديالو على عياء لا الهوني لا كذلك ابو سفيان. وبالتالي كانت التغيير ديالو تكون في الدقيقه 65 70 وكون دخل منتصر الحتيمي ودخل بوها ودخل سامبو جونيور كنا غنشوفوا فوز لفريق الوداد غادي باكثر من هدف، لانه فاش دخل منتصر الحتيمي دار ضغط
وشفنا فرصه واحده مشى كان غادي ماركي وحده ضيعها عطاها الاحنش ضيعها احنش وحده جبنا بطاقه حمراء على مدافع ديال فريق الوداد غادي. وبالتالي كون كانوا شي تغييرات مبكرا اكيد اننا كنا غنرجعوا بهدفين ولا ثلاثه الاهداف في مرمى فريق انيمبا النيجيري. وبالتالي فعندي تحفظ على التغييرات على التاخر ديال رمزي في التغييرات. على العموم الهدف اللي مشى عليه فريق الوداد الرياضي الى نيجيريا تحقق وهو الفوز، واكيد ان ما بدانا به هذا اللايف فغنختموا به هذا الفقره ديال فريق الوداد الرياضي انه الاهم والمهم هو الفوز وتحقيق ثلاث نقاط وتحقيق فوز مهم اللي غادي يخلي فريق الوداد غادي يلعب اريحيه في مقابله الاياب. اذا غادي نمشيو للفقره الثانيه اللي هي خاصه بمازيمبي وكذلك الترجي التونسي، المقابله اللي احتضنها الملعب الكبير الوطني بدار السلام بالعاصمه التنزانيه. بالنظر الى غياب ملعب يتماشى ويستجيب لدفتر تحملات الكاف والاتحاد لكرة القدم للعب دوري السوبر الافريقي، نعرف ان دوري السوبر الافريقي ماشي هو دوري عصبة الابطال الافريقية، فالباريم وكذلك دفتر التحملات طالع شوية النيفو على دوري ابطال افريقيا، وبالتالي في استحالة ايجاد ملعب اللي ممكن تلعب فيه الترجي مازيم بالكونغولي وتستقبل فيه الترجي، اختار الاتحاد الافريقي انه المقابلة تلعب بدار السلام بتنزانيا، مقابلة اللي الملعب اللي احتضن كذلك مقابلة ديال سيمبا وفريق الاهلي المصري انتهت بهدفين في كل شبكة، مقابلة اللي كانت يعني بحضور جماهيري كبير وكبير جدا، كذلك مسجل على مقابلة الوداد انه ما كانش فيها جماهير، وبالتالي فحتى الاختيار ديال انيمبا كان اختيار سيء من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اعتقد كان اختيار سيء من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.